سجلت مدينة أم الفحم خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات النشطة إلى أكثر من 2020 إصابة علما أنها مصنفة ضمن المنطقة البرتقالية وسيبدأ يوم الأحد تطعيم لمن هم فوق الستين عاما كما ستقام محطة فحص كورونا في السوق البلدي بمدينة أم الفحم من الساعة الرابعة عصرا وحتى السابعة مساء لمؤمني عيادتي كلاليت وموحدت. وفي يركا توفيت مسنه تبلغ من العمر 80 عاما متاثره باصابتها بعدوى فيروس كورونا في احد اقسام كورونا في المركز الطبي في مستشفى الجليل الغربي في نهاريه. ووصل عدد المصابين بالفيروس في المستشفى الى 54 بينهم 36 في حاله خطيره و عشر مريضا موصولون باجهزه التنفس الاصطناعي.